ازيكم يا حبايبي؟ حبايب مين؟ حبايب مين؟ ده انت لو رحت هناك ممكن تتشفتي ما ترجعيش تاني. ايه؟ ده السمك والجمبري؟ اه. كلتني زي الفل. ثانية واحدة. شكرا. شوية سمك وجمبري خشوا جربوهم جوه عما ظبطتكم الدنيا ما تفكرش جوه في الصناديق ماشي؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ هروح بقى اتحجج لهم بأي حجة عشان أعرف أنزل معاكي، ماشي؟ ماشي. جبت فلوس تصلح العربية؟ نعم. هو انت عايز انا كمان اصلح العربيه؟ بس 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 ايه 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 خلاص ايه ايه ماشي هدفع انا. العربيه هتتكلف كام؟ يعني 50,000 جنيه. نعم يا اختي. 6,000؟ ايوه كده اظبطي. بس والنبي بسرعه عشان ماما ما يعرفش ان انا خبطت العربيه. خلاص خلاص اهدي اهدي يا بنتي اهدي. خلاص حاضر اهدي. ايه قطر؟ مساء الخير. هاي مساء النور. انا اسف ما لحقتش ارحب بيكي عشان القطر اللي جنبك ده. فارس الخواجه. هاي مروه. مروه. جميل مروه. ميرسي. تشربي ايه يا مروه؟ شاي ولا حاجه ساقعه؟ لا ولا ده ولا ده ميرسي. طب كويس برضو لان اللي عندي لا شاي ولا حاجه ساقعه، بس عندي بقى لب جايبه من اسوان. انما ايه؟ عجب. مش عايزه لب انا، ما تخش تغير وتخلصني. انا وجهت لك كلام؟ لا. طب ممكن تركينا على جنب دلوقتي؟ بيسالني اسمر ولا ابيض؟ هو ايه؟ اللب اسمر. ميرسي. ميك سيلف هوم بلاي بلاي توجذر. اوكي. والله كيوت. ايه النظام؟ واعين على الاخر، هيموتوا عليكم انتوا الاثنين. بجد حسن؟ استنى ما اوريكم. بقول لك يا سالي نخليها بكره؟ لا النهارده، يعني النهارده مش هينفع. هتموت. بس بقول لكم ايه، هي طالبه 6000 جنيه، 2000 2000 2000، تقدروا ولا نلغي؟ ليه يا عم؟ هي كيمي كارداشني. وهي كيمي كارداشني هتاخد 2000 جنيه برضه عظمه؟ هي 1000 جنيه كل واحده بس. تتحرجوني مع الناس ليه بس؟ بقول لك ايه؟ 6000 كتير، 3 كفايه. لا اقل حاجه 6، ده كفايه مجيتنا يعني. خلاص خلاص موافقين. بس انا هاخد البت اللي على اليمين. انا قايل قبل منه. انت قايل قبل منه بس هي اختارته هو. جرايه يا عم انت؟ انت هتحميله ولا ايه؟ يا عم هي قالت لي عايزه الواد الاسمر. مروه عايزه الابيض ولا الاسمر؟ اسمر. ويلا بقى مش هنقعد اليوم كله هنا. شفت؟ بقول لك ايه؟ مش عايزين نعطل الناس عن مصالحها، وبعدين يا مؤسسة اسمع كلامي، البيت التانية أجمد، أنا مجربهم الاتنين. يا راجل ده السرير ده هيطلع بترول النهارده. طيب طب بقول لكم ايه؟ عايزين بقى الخلاصة ولا أسيبكم تلوصوا معاهم؟ لا قول يا حسن. قول يا حسن. ما تتحركوش من هنا وأنا طالع بره. مفيش نفس، مفيش حركة، ها؟ السمك والجمبري. افتكر السمك والجمبري. حركة، بقى راسي. حركش. حركش. هو انت فاكرني بقى صدق الكلام الهبل اللي انت بتقوله ده؟ هو انت فاكرني عبيطه؟ والمصحف هو ده اللي حصل. وبعدين انا هكذب عليك ليه يعني؟ ان شاء الله يا رب عبايه تتقلب بيها دلوقتي لو كنت بكذب. وتموت انت ولا تروح في 60 داهيه. بليز بليز احترم نفسك لحسن ومصحف. لا ما تعمليش كده. انت ساكتك بس. وديكي تبقى من فوق بص يا بنت. خلاص خلاص بص قدامك. بص قدامك. انا ساكت لك بس عشان خاطر انا اللي خبطت العربيه، عشان خاطر المهلبيه اللي قاعده جنبك دي. بص عليك يا سالي ده طلع كيوت قوي. ايه ده انت بتحب المهلبيه؟ جدا. طب بقول لك ايه، العربيه دي ملهاش سقف عشان طلعنا مشوار الصحراوي مع بعضينا. ها؟ فين التوكيل؟ توكيل ايه ده اللي فتح الساعه 10 بالليل؟ وبعدين انا ما فيش معايا ولا مليم. ايه؟ انت شكلك عدي عليا عشان تنزل تصور معايا العربيه؟ ايوه عشان بس كنت خاطر ازوق من الجحشين اللي قاعدين فوق دول، احنا هنطلع دلوقتي على البوليس نبلغ ونخلص منهم وفوقنا بقى المهلبيه. ايه؟ للعربيه. بسرعه. استنى ولا انت هاتي ايدك بس عشان الكعب هعرف. بسرعه كعب ايه؟ يا حكومه! يا حضرة الضابط الحقونا يا حكومة الحقونا يا مشوار. يا ابني انت فين؟ يا باشا الحقنا يا باشا، انا في عصابة خطفاني. خطفاك ازاي ما انت واقف تتكلم معايا اهو؟ انت مجنون ولا ايه؟ لا هم فعلا خاطفينه وعايزين يموتوه وحياة ربنا. يا باشا انا عايز كبير النقطة دي يا باشا، انا عايز المأمور. هاتوا لي المأمور يا جدعان، انا عايز المأمور يا جدعان. هاتوا لي المأمور. ايه يا ابني الدوشة اللي انت عاملها دي؟ انا واقف في عرضك يا باشا. انت يا ابني في ايه؟ يا باشا الموضوع كبير، انا واقف في عرض مصر كلها. ايه يا ابني ما انت؟ يا باشا الموضوع كبير يا باشا. في فين؟ فين؟ من فضل حضرتك يا فندم أرجوك، كنت عايز أعمل محضر لواحد بيشتغل معانا ومتغيب اسمه مسعد عبود. ما تقول له مين عايز يقتلك. راسي. ايه ده؟ جاي تفضحينا هنا زي ما فضحتينا قدام الجيران؟ انت جننت يا فارس؟ فارس انا اسمي حسن. حسن مين فارس ده هنا؟ عشيقك عشيقك يا سلف الله يا منحطة. حرام عليك كل السجن اللي فاتت دي بتعملي كل الحاجات اللي فيه. باشا مراتي يا باشا، مراتي يا باشا ومجرجراني وراها حتى جايباني هنا يا باشا مش عارف اعمل ايه، وطلعيني اللي خلفوني. يعني انت عامل الحوار ده كله عشان مراتك؟
طبعا يا باشا، وجاي لكم عشان تاخدوا حقي. ليه مين غيركم يا باشا؟ حرام عليك. يلا وجري قدامي على البيت، يلا على البيت. ربنا يخليكم لينا يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. مشاكل عائليه يا نسا سالي، يا نسا سالي، يا نسا سالي، حقك عليا. مش عايزه ولا كلمه لو سمحت. معلش انا كان لازم اعمل كده، اصلك مش فاهمه ايه اللي حصل جوه في القسم. لا فاهمه كويس قوي، حبيت تعمل نمره جوه عشان تهرب من موضوع العربيه ده، وانا كل مره بصدقك. والله ابدا، اصل انا شفت واحد من العصابه اللي كنت بحكي لك عليها جوه في القسم، دول شكلهم ناس طايلين جدا وشكل مش عارفه ابلغ البوليس حتى. طب انا كنت بحكي لك عن واحد اسمه مسعد ايه؟ مش عارفه، ابو المعبود عبود. مسعد عبود، الراجل اللي جوه بقى كان بيبلغ عن واحد مختفي اسمه ايه؟ ايوه صح، هو قال كده. بس برضو انا مش مشكلتي بقى، حل مشاكلك انت لوحدك. انا والله العظيم والله العظيم لو كان حد ضربني من قلبي ما كنتش سكت. انا ساكته ومستحمله عشان تصلح لي عربيتي وخلاص.